مشاكل موجودة هنا أكثر شيء، الكهرباء تنقطع انقطاع غير طبيعي، يعني بالنهار يلا تجي لها يجوز 4 ساعات 3 ساعات 4 ساعات، بالنسبة لتشغيل المولدات تشغيل المولدات هم تعبان يعني، والعالم تعاني والجو بارد. وضعيتها بالصيف كانت أحسن من هسه، بالصيف كانت أحسن من حاليا، يعني الكهرباء تعبانة، الكهرباء يلا تجي لها 3 ساعات 4 ساعات. نطالب زيادة الكهرباء، نطالب بتخصيص حصة كهرباء أكبر للمناطق والأحياء، خاصة الأحياء يعني الفقيرة خلينا نقول. طبعا نوجه كلامنا ومناشدتنا إلى دائرة التجهيز الكهرباء في محافظة صلاح الدين، أنه نعرف سبب هذا الانقطاع المستمر بتيار الطاقة الكهربائية على مدينة سامراء. الحقيقة التجهيز كلش ضئيل، يعني تجيك الكهرباء نصف ساعة بعد ما تنقطع 3 ساعات أو 4 أو نهار كامل أو نصف نهار، وتجيك الكهرباء ساعة أو أقل، أو ربما تكون ساعة بس متقطعة، مما أثارت حقيقة شكوى كثيرة وتذمر بين المواطنين. على الرغم من برودة الجو بس أكو أمور ما تمشي إذا ما تكون الكهرباء مستمرة، المصانع، المعامل، المكاتب وغيرها من الأمور. نتمنى إن شاء الله من الجهة المعنية أنه تنظر نظرة إيجابية على تجهيز سامراء بالطاقة الكهربائية أسوة ببقية الأقضية. الحقيقة نشوفك هناك إجحاف كبير بحق مدينة سامراء من ناحية تجهيزها بالمادة المهمة وهي مادة الكهرباء.